تتغنى اللغة العربية بأعمدتها من شعر ونثر وأدب، كل يثريها من جانب. واليوم نستضيف بشكل حصري واستثنائي الأديبة والشاعرة السورية العربية الأستاذة سهام الشعشع. أهلاً ومرحباً بك أستاذة سهام. شكراً للاستضافة وشكراً لقناة الفجيرة. مطلع الشمس حلو هالاسم، كتير يعني أثر فيي إذا بدك، وأنا عم بشوف إنه انتقاء صفة شعرية لمحطة فضائية. هو لأنك حساسة وأديبة فأنت أصلاً بتنتقي الكلمات الشعرية الحساسة كمان. سلاميلي، أهلا وسهلا فيك أستاذة سهام. طبعاً وجودك الرئيسي هون كان بسبب اليوم العالمي للغة العربية يلي مبارح كان في أمسية خاصة بهذا الحدث ببيت الشعر التابع لجمعية الفجيرة للثقافة الثقافية الاجتماعية. حكينا شوي عن الأمسية وكيف أثرت الشعر واللغة العربية. للأمانة هي الدعوة كانت من الصديق الشاعر خالد الظنحاني، وكانت المفترض تقام بيوم يعني باليوم العالمي للغة العربية، ولكن لظروف أنه حبوا يعملوا إعلان عن الأمسي ويشتغلوا عليها تأجلت كم يوم، ولكن بقيت بنفس المناسبة للاحتفال باللغة العربية. سعدت كثيراً بانتقائي لإحياء مثل هذه الأمسي مع جمهور الفجيرة اللي أول مرة بطل عليه شعرياً، وللأمانة كان في جمهور نخبوي لفتني كتير، يعني نوعية الحضور، تجاوب الحضور، مش الجمهور المجاني اللي بيجي بس يصفق بالأمسيات ولحتى يحتفل بالشاعر، يعني جمهور جاي يسمعك ويتذوق اللي عم بتقولي. هلأ أثرت ما أثرت ما بعرف، بس بتمنى أكيد إنه كل اللي عم بعمله يكون عم بيصب بخانة إغناء اللغة العربية أو المحافظة على جماليات هذه اللغة، مع أني أنا دايماً بقول أن اللغة العربية الفصيحة هي لغة محمية من خلال القرآن الكريم. الخوف هو على لهجاتنا المحلية اللي بلشت تذوب ببعضها، وبلشت تشوفي أنه اللهجة الشامية صارت بتشبه اللهجة اللبنانية ببعض المطارح، أو نحن بمنطقة بلاد الشام دائما بنقول اللهجة الخليجية، ما بنعرف الكويتية من الإماراتية من السعودية، لأنه بلشوا كمان يتداخلوا ببعضهم. أنا هيدي اللهجات اللي بخاف عليها أنه تروح، وبحس أنه أهمية الشعر الشعبي هو المحافظة عليها يعني، وهي كمان لها علاقة بالمحافظة على اللغة العربية، مش بس اللغة العربية الفصحى، لهجاتنا المحلية هي جزء وتصب في خانة اللغة العربية بشكل عام. تحديداً بهذا العصر اللي هو مليء بالسوشيال ميديا، يعني الإنترنت أي شيء بتقدري تفتحي وتقري على الإنترنت، هل ما زالت الاهتمام بالشعر وبالنثر وبهي الثقافة الأدبية هل ما زالت مثل ما هي من قبل؟ في محاولات عديدة مثل ما بتعرفي هو للتكريس أنواع أخرى وأشكال أخرى من التعاطي مع المعلومة، ولكن لا يصح إلا الصحيح. نحن أمي شعرية بامتياز، لا نؤمن إلا بما هو موثق ومكتوب. أكيد رح يستعيد الشعر مكانته، رح يستعيد الكتاب مكانته، بس للأسف يعني هيدا واقع عم نعيشه اليوم. حتى الجرائد الورقية عم تسكر لمصلحة الجرائد الإلكترونية، وكذلك المجلات، حتى المحطات اليوتيوب عم بتكون حاضرة أكثر من محطات التلفزة، يعني هيدا الشيء
بتمس الآخر وسهل حفظها، يعني لأنه بدها تصير من يوميات التداول بين الناس. ولكن أهم شيء تعرفي تلتقطي مفردات الشارع وترفعيها إلى مستوى الشعر. يعني اليوم لما تقولي أي كلمة سهلة، طبعاً في أغاني تجارية كتير، وأنا مش عم أعول على الأغاني التجارية، عم أعول على الشعراء اللي عم ينتصروا للشعر وتوظيفه من خلال الأغنية، وهذا اللي نحن بحاجة إله اليوم. يعني الأغنية بوابة من بوابات الشعر للوصول إلى العالم العربي. بتعليق سابق لإلك قلتي أنه 80% من الفنانين غير مثقفين، وقلتي للأسف مشان الأمانة. وبعدني قدي صارت النسبة؟ ارتفعت ولا قلت ولا لساتها مثل ما هي؟ لكي هني يعني نحن رهاننا على هال20% اللي هني مثقفين وبيعرفوا ليش بيختاروا الكلمة، ليش بينقوا الأغنيات، ليش بيغنوا، لأنه الغناء مسؤولية مثله مثل أي شكل من أشكال الفن الآخر والأدب والشعر. يعني ما فيك تيجي تغني بس لأنه أنا جاي عبالي أطلع على التلفزيون وجاي عبالي الناس تزقف لي، ويعني مش هيدا الهدف. اليوم المغنى هو رسالة، بدنا نعرف شو بدنا نقول من خلالها، واللي واعيين لهيدي الرسالة هن ال20% اللي أنا ذكرتهم، يمكن كون بلغت وزدت العدد. يعني ما بيعرفوا يختاروا كلام، يعني معظم الفنانين حتى تجي بتسمعيهم كلمة ما بتعني لهم، لما بيسمعها ملحنة وإذا بيصير له يختبرها مع جمهور ليشوف إذا رح تضرب الغنية ولا لا، يعني بتحسي إنه بيختارها. هذا شيء يعني مقاييسه لاختياره، هذا شيء بيوجع الشاعر. بينما مثلا رح اقول مثال مثل اصاله بتحس الكلمه، يعني بتقلي هذا النص لإلي وبتضل تابعتني، يعني سمعت النص الفلاني بعده موجود عندك، ساعديني مين نختار مثلا ملحنين، مين بتحسي بيشبه من الملحنين. انا بنبسط لما الاقي حدا بينتصر للكلمه. إليسا مثلا بتعرف تختار كثير أغنياتها، والدليل إنه هاي الأغاني بتعيش وبنسمعها يعني على فترات طويلة، مش أغنية والله اليوم هيصوا لها الناس وزقفوا لها وتاني يوم أغنية تانية لغيتها، لا، في أغاني فعلا بتعيش وأغاني يعني مثل فقاعات الصابون بتروح. طيب لما بتكتبي القصيدة بتكون هي قصيدة غنائية، بتحددي يعني انت ببالك بيكون في شخص بتحسي او مطرب فنان بيلبق له هذا النوع من القصيده، ولا بتكتبيها بشكل؟ هلا مرات كثير بكتب بهدف الكتابه، لانه انا ما عندي شيء اعمله بالحياه الا انه انا هيدا ملعبي. بكتب لاني انا بدي اكتب، حسيتي بحالي وكتبتيها. فيما بعد ممكن يعني يروح الاختيار لواحد من الفنانين. ولعلمك لبنى انا ما بعطي فنانين بشكل مباشر الا كثير قليل، يعني انا بعطي الملحنين والملحن بيقول لي مثلا اجى المطرب الفلان او المطرب الفلاني سمعت هالاغنيه شو رايك؟ اذا حسيت انه بتشبهه بنعطيها. ولكن بعض المرات بتصير انه انا مثلا بيكون مطلوب مني لحدا من الفنانين، بصير بفكر هو شو بيغني، هو بأي جو رايح، وبجرب أعمل له شيء بيشبهه ولكن كمان إيه. طب بحاول بالسؤال بطريقة تانية، أنت مين بتحسي أنه بيشبه أشعارك اللي بتكتبيها؟ يعني اللي غنوا لي أكيد، يعني حتى اللي ما غنوا لك؟ لا، حتى نكون يعني
هذا الموضوع صح؟ هو للأمانة هذا كان الكلام بلقاء عمله الراحل الكبير سهيل إدريس صاحب دار الأدب بحضور الصديقة الروائية أحلام مستغانمي، صديق الشعر شوقي بزاع، الصديقة الأديبة والناقدة يمنى العيد ومجموعة من الكتاب، وبذكر الأسماء لحتى ما يقولوا عم بتقول الرجل بعد ما يعني ما رحل. فالكبير نزار قباني قالوا له أنه سهام بيقولوا بتشبهك، فسمع مني قصائد وهيك قال لهم لا تشبهني ولا تشبه أحدا غيري، خلقت لتكون شاعرة حتى العظم. هذا الكلام بالنسبة إلي كان وسام، علما أنه أنا فعلا من الناس اللي أثروا فيي هني نزار قباني ومحمود درويش، بدر شاكر السياب، يعني كل هالقراءات، فدوى طوقان، نازك الملك، يعني كل القراءات اللي قرأتها بالشعر الحديث وقبل الشعر القديم يلي هو كان أسس للذائقة الشعرية العالية ولعبة الوزن يلي تكرست عندي. فأنا تأثرت فيه كتير وهو مدرسي، يعني ما في حدا يطلع منه، ولكن ما طل، يعني إنه برغم تأثري فيه ما خليته يطغى على قصيدتي. ربما منشان هيك هو قال إنه ما بتشبه، متفردة ومتميزة، إنه هي إلى لغتها الخاصة. وهذا اللي بتمنى إنه يكون يا رب العالمين، إنه الواحد يقدر يوصل لمطرح إذا وقعت قصاصة ورقة يقولوا إيه هيدا شعر سهام الشعشع، هيدي بتمناها. هلأ قديه بقدر أوصلها وحققها مرهوني أكيد بقديش بشتغل على حالي. الحقيقة حتى فينا أثرتي بطريقة إلقائك وبطريقة شعرك، وأثرتينا بهذا الحوار الحصري والخاص. شكرا كثير لحضورك وللحوار الشيق، الأستاذة الأديبة الشاعرة سهام الشعشع، أهلا وسهلا فيك. شكرا، شكرا إليك وشكرا لقناة الفجيرة. إذن مشاهدينا كنا معكم بلقاء حصري وخاص مع الأستاذة الأديبة الشاعرة السورية سهام الشعشع، شكرا لكم.